بعث السيد الرئيس يعني المصري برقية تهنئة إلى الفريق المصري بمناسبة حصوله على كأس هذا اليوم. هذه العبارة مشاهدينا الكرام كانت الأبرز والتي كنا نتمناها كثيرا في السنوات السابقة بأن تتكرر التهاني من القيادة السياسية إلى أي فريق مصري حاصل على بطولة، سواء كان المنتخب المصري، فريق الأهلي، فريق الزمالك، حتى فريق الإسماعيلي وبيراميدز وغيره من الفرق المصرية. الليلة السيدات والسادة فرحة مصرية بحصول النادي الأهلي على الكأس 11 من قلب المغرب، من كازابلانكا، من الدار البيضاء. هي ليلة مصرية خالصة، كل التهاني للشعب المصري ولكل المصريين بالكأس الغالية وعودة هذه الكأس إلى مصر. عندما أتحدث عن هذه النقطة أقول بأن كرة القدم ليست لعبة ولكنها جزء من السياسة، ويكفي أن هتلر في عز مجده قال لخضر التوني البطل المصري عام 36 بأنه كان يتمنى أن يكون بطلا ألمانيا. فنحن نشجع المصريين ونشجع كل الرياضات وكل الأندية المصرية وكل من يرفع هذا العلم المجيد. السيدات والسادة، علم مصر غالي علينا كثيرا، ويعني يكفي أن هو بألوان المصريين، اللون الأحمر يعلوه لون الأهلي، اللون الأبيض يعني أسفله نادي الزمالك، اللون الأصفر أو اللون البرتقالي لون الإسماعيلي، كل هذه الألوان، حتى الأسود الذي تنشق منه كافة الألوان، العلم المصري نعتز به كثيرا، ونعتز بكل فريق يرفع هذا العلم، وكل لعبة ترفع هذا العلم، وكل عالم يرفع هذا العلم، وكل إنجاز يرفع هذا العلم المصري. كل التهاني لكل المصريين، ليس للأهلي فقط ولكن لكل المصريين، سواء كان أهلوية أو زملكاوية أو إسماعيلوية أو بورسعيدية أو كل من يشجع الكرة المصرية والرياضة المصرية. للسياسة، للرياضة، للشباب، اعطوا الأمل، لأن الأهلي ليس فريق كرة قدم فقط ولكنه أداء وروح. ودوما نتحدث عن أن روح الفريق الأهلي، النادي الأهلي تحديدا، وروح الفانيلا الحمراء لها كل التقدير، لأنها أبدا لا تعرف المستحيل. شكرا لكم.